مفصل الركبة هو المفصل الأكبر وأحد المفاصل المعقدة في جسم الإنسان. أي خلل في مفصل الركبة بيؤدي لعدم توازن في كل الركبة. حدة الألم والتورم والإحمرار كلها أعراض بتعلن وجود عن مشكلة في الركبة. وأيضا حالة اعوجاج الركبة بتؤثر على صحة الركبة وتأثير المشي وحركة والحركة طبعا سواء للكبار أو الصغار. إمتى بنحتاج لتدخل جراحي؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا الأستاذ الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بجامعة عين شمس. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور. يعني خشونه الركبه، مشاكل كتيره قوي بنلاقيها في الركبه، عايزه حضرتك توضح للمشاهدين قد ايه الركبه مفصل اساسي ومهم. بصي، انت قلتي كلمه مهمه جدا في الاول، ان الركبه بتاعتنا ديت دي مش بس عباره عن عضلتين بيتحركوا مع بعض، دول بيربطهم ثلاث حاجات مهمه، بيربطهم عضلات، بيربطهم اربطه، وفي نفس الوقت يبقى في ما بينهم غضاريف تمنع الاحتكاك ده. لو في اعوجاج في الركبه ديت بتلاقي ان سطح المفصل ما بقاش عليه توزيع حمل وزنك طبيعي، يبقى في جزء عليه حمل زياده وجزء تاني عليه حمل قليل. فاي اعوجاج ولو بسيط وانت صغير مش هيفرق معاك، ليه؟ لان بيبقى لسه الشاب صغير ولسه الغضاريف بتاعته كبيره، لكن كل ما بنكبر في السن تلاقي اثر الاعوجاج ده يزيد. فبالتالي لو في اعوجاج في العظمه باي صوره كانت لازم نحاول نلحقها طبعا في الطفل، يبقى افضل. لو ما لحقناش في الطفل يبقى في الشاب، لو ما لحقناش في الشاب نلاقي بقى ان احنا ابتدينا نخش في مشاكل اكبر زي تاكل الغضاريف وزي ما قلت الخشونه المبكره، ونضطر بقى نعمل لها عمليات كثيره. من ناحيه اخرى عضلاتك بتلعب دور مهم جدا في وظيفه المفصل ده، عشان كده ناس كتير دلوقتي تقول لنا الله خشونه الركبه انتشرت قوي. زمان اهالينا كانوا بيشتغلوا في دراعهم في الليط لغايه 60 و70 سنه ومفيش مشكله، ليه كده؟ لان الناس دلوقتي بقى اعتمادها على العربيات والسيارات ووسائل النقل، بقى في نوع من الكسل، بقينا حتى نكسل نروح للتلفزيون نطفيه، بنمسك الريموت نطفيه. فبالتالي ده بيخلي عضلاتنا كل ماده تبقى ضعيفه، فميكانيكيه حركه المفصل ووظيفته ما تبقاش ماشيه بالطريقه الطبيعيه. دكتور، يعني خلينا نتكلم عن الاعوجاج، يعني ازاي حضرتك بتقيس نسبة الاعوجاج واسبابه؟ يعني هل في ناس بتبقى مولودة بيه ام مع الوقت مثلا ممكن يحدث اعوجاج؟ يعني ممكن حد ما يبقاش مولود اصلا باعوجاج في ركبة لكن مع الوقت يكتسب مثلا هذا العيب ولا لا؟ كويس، ده سؤال مهم جدا. هو في عندنا انواع من الامراض اللي بتسبب عوجية الركبة. في عيوب خلقية، دي بيبقى طفل مولود ركبته معوجة، ودي ليها اسباب متعدده، عيب خلقي، عيب وراثي، حاجات زي كده. في حاجه تانية اسمها اللي هو نتيجه نقص فيتامين د، اللي هو مشهور ما بين الامهات عارفينه، اللي هو حاجه اسمها مرض لينا العظام. لينا العظام ان بيبقى الكالسيوم اللي في العظمه ضعيف وقليل، فشويه شويه مع الوزن العظمه تتعب. في بقى نوع ثالث اسمه عيب تطوري، يعني ايه؟ يعني ما فيش نقص كالسيوم، مفيش مشكلة فيتامين د، لكن المشكلة إن بيبقى في عيب في مركز النمو، فبيبقى جزء من المركز بيشتغل بسرعة غير الجزء الثاني، فشوية شوية تلاقي الركبة تتعوج ومعاها يبقى في التفاف. زي في مرض مشهور قوي اسمه مرض بلاونت، ده بيظهر كتير قوي في فترة ما بين 3 سنين لـ4 سنين، وبرضه ممكن يظهر في مرحلة ما قبل البلوغ اللي هو سن 12 سنة و11 سنة. في بقى نيجي للعيوب بقى اللي هي مثلا منطقيه، اللي هو مثلا واحد لا قدر الله اتكسر والكسر لحم بطريقه معوجه، فبالتالي الركبه تبقى معوجه، او كان عنده مثلا مرام حاجه زي كده فما شالوه اللي اثر على اعوجاج المفصل. اخر حاجه بقى اللي هو بنشوفها في الناس الكبار، الكبار ده انا بتكلم اللي هو فوق سن الـ50، اللي بيحصل ان ابتدت عنده خشونه مع اعوجاج بسيط، لكن شويه شويه زي ما قلنا في الاول الجزء الداخلي بين المفصل عمال يتبري ويتاكل، والغضاريف بتاعته تتقطع وتتاكل بالاحتكاك، والجزء الخارجي مش بيتاكل بنفس الدرجه. فيجي يقول لي انا كان عندي عوجه من وانا صغير بس ما كانتش عامله لي مشكله، لكن في خلال الـ5 سنين الاخيره العوجه دي كل ماذا عماله تزيد. ده بيبقى نتيجه ان ابتدى الغضاريف تتاكل اكتر. في بقى اصابات الاربطه، دي برضه بتلعب دور، او ضعف العضلات بيلعب دور، بس ده بيبقى عوامل مساعده لاعوجاج الركبه، لكن ما بيبقاش ده السبب الاساسي. عشان كده حتى لو واحد عنده اعوجاج ركبه
ومعاه قطع مثلا في الرباط الصليبي او الرباط الخارجي او الرباط الداخلي، بنقول له احنا نعمل عمليه نصلح الاعوجاج الاول وبعدين نشوف موضوع الرباط الصليبي، لانك ممكن ما تحتاجش اصلا تعمل عمليه الرباط الصليبي لو عدلنا. طب بنعالجها ازاي بقى يا دكتور؟ هل بالشرائح بالجبس؟ يعني اسهل طريقة لعلاج اعوجاج الركبة والحالات السيفير يعني بتبقى ايه هي؟ لو هو في المراحل مثلا بسبب مثلا لين عظام او نقص فيتامين د، ده بيبقى علاجه انك بتظبط الغذاء، فبتلاقي شويه شويه الرجل رجعت تخرج تاني طالما لحقت الطفل من بدري. لكن لو الاعوجاج اكتر من زاويه معينه، ودي بنعرفها مش بالفحص بس، في اشعاعات عندنا اسمها اشعاعات بقياس زاويه الاعوجاج، اشعاعات بتتعمل في مراكز الاشعه المتخصصه بتقيس بدقه زاويه الاعوجاج قد ايه وزاويه الالتفاف قد ايه، وعلى اساس الارقام دي بنحدد اما ان الاعوجاج ده بسيط وبنكتفي بالعلاج الطبيعي وتقليل الوزن، او العلاج الاعوجاج شديد، يبقى في الحاله دي لازم بنتدخل جراحيا بحيث ان احنا نصلحه. التدخل الجراحي اما عن طريق جراحات صغيره بس دي بتبقى في السن الصغير، وفي الحالات دي بتبقى جراحه من خلال فتحه صغيره حوالي ملي او 2 ملي وجبس وخلاص على كده. لكن لما بنتاخر لازم بنحتاج نستعمل شرايح ومسامير. في بقى الناس اللي هم متاخرين بقى، اللي هو زي ما قلنا بعد 55 و60 والعوجه بقت جامده والتاكل بقى جامد، ده حتى لو عدلت العوجه يبقى خلاص احنا الغضاريف اتاكلت والخشونه بقت متقدمه. دول اللي بنعمل لهم حاجه اسمها جراحه تغيير مفصل، ان احنا جراحه تغيير مفصل دي ان احنا بنشيل الغضاريف المتاكله ونركب غضاريف جديده ناعمه مكانها. وفي نفس العمليه بنعدل بقى الركبه، بحيث يبقى العمليه منها غيرنا الغضاريف المتاكله وفي نفس الوقت رجعنا الركبه بتاعته تبقى عدله فيقدر يمشي بطريقه طبيعيه. فهو التدخل سواء بالدواء او بالعمليات الصغيره والجبس او بالمتابعه او بالتدخل الجراحي الاكبر بالشرايح او التدخل الجراحي الكبير خالص اللي هو جراحه تغيير مفاصل، كل ده بيعتمد على سن المريض، الفحص الطبي، والارقام اللي بنشوفها في الاشعه اللي هي اسمها اشعه لقياس زاويه الاعوجاج، دي اللي هي بتحدد بدقه الزاويه قد ايه بالظبط. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن الرياضيين، واول ما بيسمعوا فكره الرباط الصليبي بيحسوا ان يمكن مستقبلهم المهني خلاص بيخلص او على المحك. ليه او قد ايه الرباط الصليبي هي عمليه صعبه وقد ايه العلاج الطبيعي فيها مهم؟ هو اولا الركبه فيها اربع اربطه مهمه، في الرباط الداخلي والرباط الخارجي والرباط الصليبي الامامي والرباط الصليبي الخلفي. دول بيبقوا زي المفصله بتاعت الباب، المحور اللي الباب بيتحرك حواليه. فما يحصل قطع في رباط منهم عاده بيحصل تخلخل وعدم استقرار. في ناس بتبقى عضلاتها كويسه بحيث ان لو حصل قطع في رباط واحد بس العضلات تقدر تعوضه وبالتالي وظيفته تبقى كويسه، وعشان كده في لعيبه كوره عالميين ومشهورين عندهم قطع في رباط صليبي ومش عامل عمليه ولسه بيلعب ومفيش اي مشكله خالص. لكن لو واحد عنده قطع في رباط صليبي معاه قطع تاني في رباط تاني، او لو عنده قطع في رباط صليبي معاه ضعف في العضلات او قطع في رباط صليبي ومعاه اعوجاج، ده اللي لازم جراحه. في بقى السؤال اللي هو مشهور بقى، العمليه دي سهله ولا صعبه؟ العمليه سهله جدا ونسبه نجاحها عاليه جدا، بس فيها شرطين. الشرط الاول ان احنا بنعملها بالمنظار، يعني حكايه انها تتعمل بالجراحه اللي هو الفتح الطريقه القديمه الكلاسيكيه دي خلاص دي بطلت. الحاجه الثانيه ان لازم يبقى المريض عارف ان 70% من العلاج في العمليه و30% في التاهيل ما بعد العمليه. فلو واحد فاكر ان العمليه هتحل المشكله وهو بعد العمليه مش مهم يعمل التمارين والتاهيل والعلاج الطبيعي، لا يبقى غلطان، بل بالعكس ده ممكن يعمل عمليه ويخسر ما يستفدش. انما هي العمليه نسبه نجاحها عاليه بشرط ان كل واحد يعمل اللي عليه مظبوط، الدكتور بيعمل بالطريقه الصح وفي نفس الوقت المريض بيلتزم ببرنامج التاهيل والعلاج الطبيعي. طبعا في بقى سمعه بقى اللي هي من زمان اللي هي كانت ايام السبعينات، اللي هو الناس كانت بتروح تعمل عمليات رباط صليبي بره وحاجات زي كده، لكن ده يعني حاجه اثريه، يعني لان العمليه دي اصلا من الناحيه الفنيه اصلا عمليه بسيطه جدا بتتعمل في كل المستشفيات كل يوم. انا مش بس بتكلم عن مصر، بتكلم على كل دول العالم، ونسبه نجاحها عاليه زي ما قلنا بشرط انها تتعمل بالطريقه الصح وبالتفاصيل الصح والمريض يلتزم بما بعد العمليه. اغلبهم بيرجعوا لممارسه الرياضه في خلال شهر ونص لثلاث اشهر حسب نوع الرياضه وحسب الحاله المصابه. للاسف بعض الناس بقى بتبقى خايفه من العمليه دي، بتفضل تاجل 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 لغايه ما يبقى ابتدى يحصل عندهم
خشونه في المفصل او تاكل في الغضاريف، دي بقى بتبقى عمليه اكبر، لان هنا بيبقى العمليه مش بس اصلاح الرباط الصليبي واعاده بنائه، لا يبقى معاها كمان لازم نصلح الغضاريف اللي حصل لها تاكل، او لو كان معاها اعوجاج فبرضه بيبقى لازم نصلح الاعوجاج ده. فهي عمليه الرباط الصليبي في حد ذاتها عمليه من الناحيه الفنيه عمليه بسيطه ونسبه نجاحها عاليه. المهم ان احنا بنهتم بالتفاصيل، لان احنا عندنا انت بتعالج انسان مش بتعالج اشعه، يعني في ناس بتجيلي باشعه طالع فيها قطع في الرباط الصليبي، بعد ما افحصه واقول له انت طبيعي جدا وزي الفل، انسى الاشعه دي خالص، ارميها وروح قوي عضلاتك واعمل علاج طبيعي وقلل وزنك وانسى الموضوع. يعني واحد تاني، مش شرط عمليه مؤلمه او عمليه صعبه زي ما لا ناس لا 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 كتيره لا 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 بتفتكر. لا لا استاذ خالص. دكتور خالد عماره، استاذ جراحه العظام بجامعه عين شمس، انا بشكر حضرتك على المعلومات المفيده اللي زودتنا بيها في الحلقه، واكيد للحديث بقيه.